لا تكاد تمضي ساعة من الهدوء إلا ويتبعها ساعات من القصف العنيف والمتواصل. هذا ما يحدث في مدينة الرستن وتلبيس وقراهما في ريف حمص، التي تعيش أوضاعا إنسانية في غاية السوء بحسب ناشطين، تحت وقع العمليات العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري لليوم الرابع على التوالي ضد أفراد الجيش المنشقين. تنسيقيات الثورة السورية أكدت بأن أكثر من 250 دبابة ومجنزرة اقتحمت مدينة الرستن وسط إطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات وتحليق بالطيران العسكري على ارتفاع منخفض، في الوقت الذي شهدت فيه مدينة تلبيسة كذلك قصفا مكثفا من الرشاشات الثقيلة وسط استمرار قطع الماء والكهرباء وجميع أشكال الاتصالات ومنع مرور الإمدادات الطبية والإنسانية إليها وحتى أبسط مستلزمات الحياة من أدوية وحليب للأطفال. حمص العادية، ورغم عزل الأحياء وتقطيع أوصال المدينة ورغم القتل والاعتقال، لم تغب عن خريطة الحراك، حيث شهدت مظاهرات عارمة نصرة للرستن وتلبيسة في معظم أحياء المدينة من باب هود وباب الدريب ودير بعلبة والبياضة والخلدية والوعر إلى القرابيس وجورة الشياح وباب سباع والمريجة وكرم الزيتون والإنشاءات. كما شهدت بلدات وقرى الريف الحمصي مظاهرات خرجت في القصير وتلكلخ والقريتين وصولا إلى تير معلة والبويضة وتدمر. حمص وريفها التي شهدت أكبر سقوط لصنم الخوف المزروع فيها، تتوالى منها على الدوام أنباء الانشقاقات في صفوف الجيش وإعلان المنشقين انضمامهم إلى صفوف الجيش السوري الحر، فيما الحماصنة يخرجون في مظاهرات عارمة ليؤكدوا أنهم بحق عاصمة الثورة السورية، هذا اللقب الذي نالوه بدماء شهدائهم وعظيم تضحياتهم.